مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أنا مبسوط جدا عشان ما أكون معاكم اليوم في هذا البرنامج تحت عنوان الحقائق الغير معروفة عن نشاطات إبليس. The untold truth about the devil's activity. وماشيين اليوم نقرأ من الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح السادس من العدد 11 إلى العدد 12. نتابع، بيقول كده: ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع الدم واللحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. كلمة الرب. وأيضا القراية بتاعنا الثانية من رسالة بولس إلى تيماثاوس الأصحاح الخامس العدد 22، بيقول: لا تضع يدا على أحد بالعجل، ولا تشترك في قطايا الآكرين، احفظ نفسك طاهرا. كلمة الرب. ونحن اليوم انا برحب بكم باسم الرب يسوع المسيح. ربنا يبارككم في اي مكان انتم فيها ويعظم العمل معكم بحسب قدرة قوته في المسيح يسوع. وانت بتشاهد، يا ريت انت تشارك الفيديو عشان ما الفائدة يوصل للجميع، وعامل لايك عشان ما انا اتشجع واصلي اكتر، عشان ما ربنا يديني الحكمة واقدر انه اوصل الرسالة منه للعالم، ولك انت بالبركة الموجود في المسيح يسوع. وما تنسى ان اكتب ايضا ملحوظاتك عشان ما نقدر او انا اقدر استفيد في الاشياء اللي انت عايز، عشان ما انا اقدر اعمله لمجد اسم الرب يسوع المسيح. ونحن اليوم ماشيين نعرف الحقائق الروحية الغير معروفة او ما في حد يتكلم عنه، عن نشاطات الشيطان. نحن هندخل مباشر في الموضوع اليوم من غير فاصل موسيقي، لان عشان ما نقدر ناخد زمن كفاية والرب يقدر يتمجد. بولس الرسول بيتكلم لأهل أفسس في العهد اللي كان هو فيه، وبيقول لهم بأنه هما ما يجهلوا قطة إبليس. مكايد إبليس يعني قطة إبليس، استراتيجياته، الطرق بتاعه. ليه؟ لأن مصارعتنا، الحرب بتاعنا مش مع مثلا إنسان اللي عنده دم ولحم،
لكن الصراع الحرب بتاعنا هو ما شنو، ما قوات روحية، قوات روحية في الأماكن السماوية، ونحن في هذا العصر إبليس معظم مننا بيجهل الخطط بتاعه، ومعظم من الناس بيفسروا على أساس إنه إبليس جاهل، إبليس مش يعني بيعرف، يعني ما عارف تطور، لكن بالحقيقة إنه إبليس ملاك كان عند الله، عنده معرفة عن الله، وكان في محضر الله، وكان عنده المعرفة، عفوا، المسحة الإلهية. وعندما هارب وميكائيل غلب عليه وطرح من السماء، طرح بكل الحكمة بتاعه والمعرفة بتاعه، لكن المسحة بتاعه شنو؟ ربنا خربه حتى انه ما يتناسب مع المسحة بتاع الله، لكن المسحة دي فيه اتحول الى مسحة شرير. المعرفة بتاعه والذكاء بتاعه مع شنو؟ الله كلاه معه. وعشان كده معظم مننا كمؤمنين او كقدام الله بنفتكر بانه ابليس جاهل، ابليس ما عنده معرفة، ابليس مجرد يعني يعني روح او شخص ما متطور، او ما متطور بالشنو، بالاحداث الحاصل، يعني ابليس متخلف بحسب نظرهم. لكن اليوم ربنا ماشي يكلمك حقائق يمكن انت قبل كده ما عرفتها عن ابليس. ابليس بيستخدم كل شيء اللي نحن حاليا بنستخدمه. انت بتستخدم الانترنت، التواصل الاجتماعي، الإلكترونيات، وكل وسائل الحديثة في العالم الروحي الغير منظور، الغير منظور الما بنشوفه. إبليس عنده نفس الأجهزة المتطورة جدا، بيرصد به العالم، وبيتابع المؤمنين وغير المؤمنين، وبيرسل في نفس القنوات اللي نحن بنستخدمه عبر الأجهزة الإلكترونية، وعبر التواصل الاجتماعي، وعبر أي تطور قد يحصل في حياتنا. إبليس قاعد يتطور كل لحظة عشان ما يقدر أيضا يوصل الرسالة بتاعه، عشان يقدر يعطل القدام، يعطل المؤمنين، يعطل الغير مؤمنين، وانه النشاط بتاعه شنو غير محدود. وعشان كده انت عارف الحقائق ده عن ابليس. ابليس ما متمركز او واقف في حدود معين. مثلا اذا انت بتصلي، لمن انت بتصلي ابليس بيرسل لك اتصال عاطفية، ما بيرسل لك مرات شنو بالطريقة انت ما بتقدر شنو تمنع انه ما تقدر ترد على المكالمة. ابليس بيشيل شخصية بتاع الشخص انت بتعرفه، وبيرسل لك مكالمة شنو تليفونية في الوقت اللي انت في محضر الله، لان ابليس عارف بان صلاتك ده هيعطل عمل بتاعه. ومعروف الإنسان المؤمن عندما بيبدأ بيصلي
الصلاة بيطلع في شكل ايه؟ دخان ناري، وبتحول الى شنو؟ لهيب ناري صاعد الى السماء. وهنا ابليس بيرصد بكلا الاجهزة بتاعه الشنو؟ الدخان الروحي الطالع من المؤمن المصلي والصاعد الى السماء ومتحول الى وهج. وهنا ابليس ما بيعطل الدكان الناري اللي فيه حمسها بضربنا، وما بيعطل الوهج اللحيب الناري الصاعد الى السماء، لكن بيرسل لك شنو؟ مكالمة تليفونية عشان ما انت شنو؟ ترفع التليفون وترد على المكالمة. وبمجرد ما انت رفعت التليفون ورديت على المكالمة الهاتفية، الصلاة بتاعك هنا وقفت. وهنا شنو؟ النار الملتهب اللي كان ماشي لله هنا شنو؟ انطفى. وده بالطريقة ده ابليس قدر انه شنو؟ يعطل الشيء اللي انت كنت عايز عشان ما الله يتعامل من خلالك في شنو؟ في الصلاة اللي انت بتصليه. ده انت عارف عندما بتصلي اذا جاتك اي مكالمة حتفية مهما كانت مهم ما ترفع، لانك انت في الروح، لانك انت في مهمة روحية مهم شديد جدا لك انت وللناس اللي معك وللشنو للعالم. اتنين، عندما تبدأ تقرأ الكتاب المقدس ابليس بيرسل ايه؟ بيرسل لك نوم. ليه؟ لان الانسان عندما بيبدأ بيقرأ الكتاب المقدس بيطلع شرار وحش، لان كلمة الله شنو؟ حي وفعال وامضى من كل سيف ذو حدين وقارك الى مفصل الروح والنفس والجسد. عندما انت بتبدا تقرا الكتاب المقدس بتطلع شنو؟ قوه روحيه، نار روحي، وهج روحي، وشنو؟ بيكون مشتعل في الدائره اللي انت فيه، والشراره بيبدا بيشتغل في المنطقه اللي انت فيه، والله بيبتدي بيرسل نار بروق روحية صواعق روحية شنو؟ في الأماكن الروحية، وبتعطل عمل إبليس. وعشان كده عندما بتبدأ تقرأ الكتاب المقدس إبليس بيشوف بأنه في شخص هناك بدأ يصلي، وبروق روحية بدأ شنو؟ ينزل، او شرار روحي بدأ يطلع من من شنو؟ من أف من أف من من كشمك انت، سيوف روحيه، بروق روحيه، نار ملتهبه، اشياء غير عاديه بتبدأ تحصل في شنو؟ في الاماكن الروحيه اللي انت فيه. وهنا ابليس ما بيقدر بيوقف الاشياء دي، لكن بيرسل ايه؟ بيرسل لك نوم. بيرسل لك نوم. يلا انت بمجرد ما انت بتبدأ تقرأ الكتاب المقدس انت بتبدأ تنعس، او انت بدأت تصلي بيرسل لك نوم، انت بتبدأ شنو؟ تنعس وتنوم وانت راقي وبتصلي. دي حقائق انت ما بتعرفها، وانت مرات بتقول انا ربما بس عشان انا فتران وكنت بقرأ ونعست، او انا كنت يعني بكون بس تعبان وبصلي وانا دخلت في الروح، عفوا ودخلت في النوم. وناس واحدين بيقول انا نائم في الروح في محضر الله. الله ما بينوم، روح الله ما بينوم. فعشان كده اعرف اليوم اذا بادرك اي نوم في خلال قراءة كلمة الله او في خلال الصلاة، عارف انه ده حرب روحي، قم اغسل وشك واصل الصلاة، او اقرأ واصل قراءة الكتاب المقدس، او ابدأ انتهر روح النوم. لان المصارعة بتاعنا مش مع انسان، مش مع جسد اللي بينوم،
لكن شنو ده؟ روح مرسل لك عشان ما يعطل البركة اللي انت كنت عايز تأكده من خلال الصلاة او من خلال قراءة كلمة الله. ثلاثة، نحن في مجال التواصل الاجتماعي نحن ما قاعدين نفهم انه التواصل الاجتماعي ده هو كويس جدا جدا، لكن ابليس ممكن يستخدمه زي ما نحن برضو ممكن نستخدمه لمجد الله، لرسالة روحية، لرسائل كتابية روحية، لفيديوهات روحية وأشياء تمجد الله وتخدم عمل إبليس. إبليس ممكن برضو يستخدمه عشان ما إيه يعطل المؤمنين والقدام. هنا إبليس من خلال المجال بتاع التواصل الاجتماعي ممكن ايه يرسل لك شنو؟ صور اللي انت بتفتحه، ولكن انت عارف احيانا في صور العدو عنده فيها مسخ، وبمجرد ما انت فتحت الصورة وبدأت تتفرج عليه صورة بيكون من وراه مسحة، ومن خلال كده المسحة بتاع العدو شنو بيبدأ شنو يأتي عليك وبيبدأ ايه يجذب نظرك. صورة مثلا انت بتلقاه في شنو في المجال التواصل الاجتماعي او في النت في الشبكة، وانت بتبتدي ايه تتأمل فيه الصورة بيكون وراها شنو مسخة، وأي صورة أنت شفته صورة عارية سواء كان لامرأة أو لرجل ما تتأمل فيه. ليه؟ لأن فيها مسخة غريبة. المسخة ده بتبدأ إيه بيأتي عليك وبيقعد في ذهنك، كل ما أنت عايز يعني في وقت تاني بتكون عندك رغبة عشان ما تمشي في الويب سايت داك، عشان ما تفتحه، عشان ما تتفرج على الصورة ديك. ليه؟ لأن العدو بيكون شنو ربط ذهنك معاه، حتى انه بيقدر بيوصل الأشياء الشريرة في حياتك من خلال الصورة ديك، وعشان ما يعطل البركات في حياتك. فإذا انت دخلت في النت وانت جاتك صورة مرسلة لك من اي ويب سايت مجهول، صورة امرأة عارية، صورة أي رجل عاري أو بشكل ما غير مقبول، يعني أنت ما تتأمل فيه وتشوف تقول ده مجرد صورة وأنا بتفرج عليه ده ما فيه حاجة، لا، ده فيها مسح شرير، والمسح اللي من وراه بيبدأ إيه بيعطل عمل الله في حياتك، وبيبدأ بيعطل البركات في حياتك، وبيبدأ بيقيد عمل الله والأشياء الكويسة في حياتك عشان أنت ما تنجح وتفشل في أشياء كثيرة. وده الصورة ده بيكون رسالة العدو رسله ليك أنت يا أك أو يا أخت، عشان ما أنت إيه تتأمل فيه وشنو هو حين بيعمل من خلال الصورة ده من خلف الستار. أربع، أحيانا في المجال التواصل الاجتماعي في ناس بيرسلوا لك صور، فأنت ما تبادر أحيانا تفتح الصورة، وإذا أنت شفته ما تتأمل فيه. في ناس بيرسلوا صور ما انا ما بقصد هنا صورة شخصية لناس اللي انت بتعرفهم، لكن الصور مجهولة انت ما بتعرف الشخص او الغرض من الصورة ده،
بيرسلوا لك من شخص او مجهول وانت ما بتعرف، بيرسلوا لك، وهنا انت بتبدأ تفتح صورة. بمجرد ما انت فتحت صورة من شخص غير معروف لك انت، الصورة ده يعني العدو بيجي عمل طريقة مبتكر جدا، صور بيعمل فيها مسخ غريب وبيدخله في مجال التواصل الاجتماعي وبتداول من ناس في وسط الأصدقاء، صور مرسل من يعني شنو بتداول، ومعظم من الناس ما بيعرفوا الحكاية دي. عندما بيلقى صورة مرسل له سواء كان من صديق أو من أي جهة غير معروف، بيبدأ بيرسله شنو للأصدقاء 120 50 صديق وبتاع. هنا الصورة دي المسخة ده بتنتشر وبتعطل بركات بتاع الناس كتيرين. ثانيا، في فيديوهات بترسل أيضا في ويب سايت وسط شنو المجال بتاع التواصل الاجتماعي، فانت هنا الفيديو ده انت بتبدأ شنو تفتحه تتفرج فيه او تسمع الاغاني. ومرات انت كشخص مؤمن اغاني انت ما مفترض انك تسمعه، فهنا من خلال الفيديو اللي انت بتشوفه العدو بيرسل شنو الحاجة اللي هو عايزه في حياتك. وهنا الشخص اللي رسله لك مرات بيشجعك على انه انت ترسله لبعض الناس، وانت هنا بتقوم ترسله لبعض الناس، وهنا شنو الشر شنو عم ناس كتير. ومن خلال المسحة في الفيديو او في الصورة ده بركات كتيرة بتتعطل في حياتك وفي حياة الناس اللي انت شنو اللي انت وضعت شنو الصور ده لهم. ودي هنا مكايد ابليس. في اشياء كويسة، فيديوهات كويسة، اشياء كويسة، انا ما بقول ده بطال، يعني ما معناته اي فيديو مرسل لك بطال او اي صورة مرسل لك ده بطال، لكن انا بقصد هنا في فيديوهات بترسل بغرض جنسي، بغرض يعني ما شريف، او اغاني ما كويس، فهنا انت ما تستمع له. بمجرد ما انت فتحته وسمعتها بداية بتاع الاغنية اقفله واعملها ديليت، امسحه، ما ترسله للصديق ولا لاحد، عشان ايه؟ تعطل عمل ابليس. مرات في بعض من المكالمات بتأتي لك عبر شنو التواصل الاجتماعي، يعني مثلا شخص انت ما بتعرفه بمجرد ما قدم لك طلب الصداقة وانت قبلته، طوال بيدخل لك شنو في الخاص عايز اتكلم معاك. فهنا شخص انت ما بتعرفه، انت عرفت كيف انه ده شخص ممكن انت تتواصل معه. هنا بمجرد ما انت بدأت تتواصل مع الشخص المجهول ده في مجال التواصل الاجتماعي، ربما الانسان ده مسكون، ربما هو يعني باللغة المبسط هو كجور، هو الساحر وعايز يوصل شنو الرسالة بتاعه عشان ما يعطل بركات في حياتك. بيكون يعني بيكون صورة ظريف جدا لشخص انت ما بتعرفه، وطوال بيدخل معك في شنو يعني يتكلم معك. فهنا انت لازم تعرف بانه ما كل اشياء بتجي من التواصل الاجتماعي مكالمات هي كويس، وما كل المكالمات بتجي بواسطة التواصل الاجتماعي بطال اذا كان من ناس انت بتعرفهم. انا عايز اقول لك حقيقة روحية حصلت في واحد طالب جامعي ووصل في المرحلة الاخيرة عشان ما يتخرج،
يعني انما بدأ تعليمه كان متفوق جدا، وعندما وصل المرحلة الأخيرة عشان ما عايز يكمل وينجح ويتخرج، واحدة رسلت له طلب صداقة وقام قبل طلب الصداقة. وهنا طوال شنو البنت بدأت ايه ترسل له صور رومانسية، صور جنسية، فيديوهات جنسية، وهي بدأت ايه تتكلم معه، يعني أدت وعد معه بأنه هما يتبادلوا في الكلام، وهو انجذب لها، صور جميلة جذابة، وكمان الفيديو وبدأ يشاهد الفيديو وهي بترسل وهو بيستقبل وهي بترسل وهو بيستقبل، وهي قالت له أيضا هو يرسل صور، وهو بدأ يرسل صور كمان وهي بدأت ترسل صور. هنا الولد الطالب مشى عشان ما يمتحن، عندما مشى قعد للامتحان عايز يمتحن لقى ذهنه خالي من أي معلومة، ما قادر يكتب أي شيء، قعد وكأنه أصلا قبل كده لا بيعرف القراية ولا الكتابة. الوقت جاء وطلع من الامتحان وما كتب أي شيء، النتيجة طلع راسب. فأبوه استغرب، قام شالوه ودوه للخدمة، لخدمة روحية في كنيسة، وفي أثناء ما بيصلوا له الروح اللي فيه قام ظهر، قال نحن ما غلطانين. البنت فيه بدأت تتكلم، قالت أنا ما غلطان، لأن هو استقبلني، أخذ قبل طلب الصداقة بتاعي، والأشياء الحقي اللي أنا رسلت له هو قبله، اتفرج عليه وعجبته، وكمان مشكلة اتكلم معاي، تونس معاي وأداني وعود وأنا اتكلمت معاه، ومشكلة بس هو رسل لي صور وكمان، والصور ده بيعني ليه مناطة نحن شنو بادلنا الأشياء اللي بيننا، أنا بدلت حقي له وانا شلت حقه، يعني الصور اللي هو رسله بيرمز له للبركات بتاعه، للنجاح بتاعه في المدرسة في الجامعة، الصور دي قال نحن شلناه وكتيناه في حيكل بتاعنا بتاع ابليس، وكتبنا قصاده كل كلمات اللعنة، الكلمات البطال يعني بالعربي المبسط، الفجارة، الاشياء البطالة تحصل في حياته، فشل، هزيمة، عدم نجاح، اي شيء، مرض، حتى موت قال كتبنا له، وقالت كان اصلا نحن مخططين عشان بعد نقتله. وهنا الروح ده ياهو كان العطل نجاح بتاعه في الجامعه، وبعد ما اتحرر من الروح ده وقام الكادم قال له هل انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال ايوه صح، في بنت كانت قدمت لي طلب صداقه وانا قبلتها وبادلنا معاها صور، وكانت ترسل لي فيديوهات وانا بشاهده، وكمان تونسنا في اشياء كثيره، ولكن في وقت انا يعني مشيت للامتحان لقيت ذهني خالي من اي معلومات، فبالتالي الاسره قرروا بانه يجيبني للخدمه هنا للصلاه. فالكويس كان التليفون بتاعه معه، فالكادم قام سأله قال هل ممكن تديني التليفون اللي انت كنت قد تشارك الحاجات اللي معه؟ فعندما مشى هناك لقى كمية من الصور والفيديوهات وبتاعه هناك، فقال له اعمل لها ديليت، امسحه تماما، وتاني ما ترجع تتواصل مع بنت اللي انت ما بتعرفها، ما تبادل صور، ما تبادل فيديوهات، ما تستمع في المكالمة مع الشخص اللي انت ما بتعرفه، وحتى اذا كنت الشخص اللي انت بتعرفه في الماضي انت عارف حياته ما بمجد الله، انت ما تشارك الحاجات بتاعك معه،
ممكن تجبر صداقته لكن ما تبادل معه شنو الخصوصيات بتاعك، لان الخصوصيات اللي انت بادلته، وانا عايز اقول لك الخصوصيات اللي انت بتبادله، الصور الفيديو والمكالمة والكتابات اللي انت بتعمل ده بترمز لك انت لشخصك انت، بمجرد ما يقع في اتجاه تاني واتجاه تاني كان وكيل لابليس، الاشياء ده بترمز لك انت، والاشياء ده العدو بيستلمه وبيكتو في الهيكل بتاعه، وهناك بيكتب كل كلمات اللعنات البطالة لحياتك. عشان كده حياتك بتتدهور، ما فيش نجاح، ما فيش تقدم، ما فيش زواج، اشياء كثيرة، امراض بتيجي على حياتك، فشل في التعليم، فشل مالي، فقر، اشياء كثيرة بتحصل في حياتك، وده حقائق روحية ما فيش حد كلمك بو. اليوم ربنا كلمك بالاشياء دي عشان ما ايه، تعرف العدو بتاعك والجذور بتاع المشاكل بتاعك، عارف جذور بتاع المشاكل بتاعك، عارف جذور بتاع المشاكل بتاعك من خلال الحقائق اللي انت ما عرفته عن ابليس، ربنا قاعد يكلمك به اليوم. هنا ايضا مرات انت عندما بتدخل في الويب سايت بتجيك فيديوهات جنسية، وبالتالي انت كمان بتحب شنو تشاهده. اذا انت، انا قاعد اتكلم معك، ربنا قاعد يتكلم معك، انا ما بعرفك لكن انت بتعرف نفسك. اذا انت من الناس اللي بيشاهدوا الافلام الجنسية، سواء كان باي مجال، سواء كان ناس بيرسلوها لك او انت بتبحث عنه في مجال الشبكات او في التواصل الاجتماعي، في فيديوهات ما بتمجد الله، بالذات الفيديوهات الجنسية ما بتمجد الله. احيانا صديقك، اذا انت كنت بنت، صديقك بيرسل لك فيديوهات جنسية، او انت كمان كرجل، مرأة او بنت، ممكن ترسل لك فيديوهات جنسية وانت بتبدأ تشاهده، او انت كمان بتفتش عنه بطريقتك. فاعلم بانه الاشياء دي بتعطل، يعني بتطفي الروح القدس في حياتك، وبيكت مجال للارواح الشريرة عشان ما تعمل في حياتك، بتبدأ تعطل البركات في حياتك، بتبدأ تزرع فشل، فقر، مرض، عدم زواج، إذا أنت كنت متزوج بتحصل طلاق، كراهية، أي أشياء البطالة، حتى بتفكر مرات، يعني أشياء البطالة بتبدأ تجي في ذهنك. فمن فضلك إذا أنت من الناس اللي أنت مش عارف بأنه الفيديوهات الجنسية دي هي من العدو، اليوم أعرف دي حقيقة أنت ما كنت عارفها، وربنا كلمك اليوم. الفيديوهات الجنسية من اي مجال في الشبكات الروحية، عفوا الشبكات بتاع التواصل او الشبكات الموجودة، هي من خلفه في مسحة شيطانية، هدفه انه الابليس يجي به من خلاله. انت بتشوف مناظر لكن من وراه، من خلف الستارة، في ارواح شغالة شنو في حياتك، بتبدأ تخيدك، بتبدأ تحطمك، بتبدأ تقفل أبوابك، بتبدأ تعمل أشياء كثيرة في حياتك وإنت ما بتعرف الأشياء دي، يا هو قد عطل حياتك وإنت ما عرفتها. ودي أشياء اليوم ربنا كلمك، إذا إنت عندك صورة جنسية أو أي فيديو جنسي في التليفون او في جهاز اللي انت بتستخدمه، ارجوك من اليوم امسحه واعترف للرب، وما شنو تعمل الاشياء دي تاني، لان مش ما بتمجد ربنا بس، لكن بتعطل حياتك، عدم تقدم، عدم نجاح، الاشياء اللي بتحصل في حياتك ده سببه لك انت.
برضه ربنا عايز يكلمك احيانا في مجال التواصل الاجتماعي، الناس بيحب ايه يبدل الصور. شخص انت ما بتعرفه، انت ما بتعرف كلفيته، وانت بتبدا ايه بيقول لك ارسل لي صور، وانت بتبدا ترسل صورك، وكمان هو بيبدا بيرسل صوره لك، صور رومانسيه مثلا الهدف منه يعني، او صور رومانسيه كمان، صور هدف رومانسي عاطفي. ومن خلال كده انت هنا الصور اللي انت رسلته ده، انت رسلته ده حياتك، البركات بتاعك انت رسلته. زي ما انا قلت لك، الانسان اللي انت ما عندك معه علاقة عاطفية، يعني ما عندك، انت ما مرتبط معه بعلاقة عاطفية، ما عندك معه اتفاق على اساس انك متفقين في الحب، في العلاقة العاطفية، او انت ما بتعرفه معرفة شخصية، او ده انسان يعني انت ما عارف ده انسان ده مؤمن او ده كاذب، ما ترسل صورك له، الصور بتاعك الشخصية ما ترسل له، وكمان ما تقبل منه شنو اي صور شخصية، وكمان انت ما تقبل منه شنو الصور الرومانسية. في ناس بيحاولوا مع اي انسان في اللي شنو في المجال التواصل الاجتماعي يرسلوا صور رومانسية لناس ما بيعرفوهم، ويقبلوا منهم صور رومانسية من الناس اللي هما ما عندهم معاهم علاقات عاطفية. هنا دي الأشياء دي من خلاله الشيطان بيشتغل، من خلاله، من خلال صورك الشخصية اللي أنت رسلته، من خلال صورهم الشخصية اللي هم رسلوها لك، من خلال التليفونات اللي أنت بدلت معاهم، من خلال تليفوناتهم اللي هم رسلوها لك. التليفون بتاعك ده العدو بيشيله، بيعمل له كونكشن شنو في الجهاز بتاعه، وبيبدأ إيه بيستخدمه ضدك أنت. الصور اللي بيبدا بيكتو وبيبدا يلعنك فيه، صورك الشخصيه والصور الرومانسيه ده بيلعن، بيكتو فيها لعنات، اشياء بطاله انت ما تعرفه بيرسلوا لك شكل صور رومانسيه انت بتشوفه كويس يعجبك من شخص انت ما بتعرفه، انت ما مرتبط معاه عاطفيا، ما عندك اي علاقه معاه، بس انت يعني بتحب خلاص عشان ده مجال التواصل، وانت شايف نفسك بانه ده طريقة عشان كيف يعني تقدر تقضي وقتك وبتاع، لكن الصور دي ملغومة ملغومة، العدو شال مسحة بتاعه قطعه فيها، قد تكون لعنات، فشل، عدم نجاح، اي شيء البطال، امراض قطعه في الصور ديل، وبعدك شنو بيستخدمه في المجال التواصل الاجتماعي وبينشره يرسلوا لك انت. وانت بمجرد ما انت قبلته وبدأت تتفرج عليه ومحتفظ به، العدو بيقول انا عندي حق عشان ما ادخل في حياتك وادمر اي حاجة في حياتك، لانك انت شلت الممتلكات حقي، الممتلكات بتاعه يحو الصور الشنو الرومانسية اللي انت استقبلته من الشخص اللي انت ما عندك معه شنو علاقة عاطفية. ليه؟ لأنك أنت عندما بتعمل كده العدو عنده حق عشان يدخل في حياتك ويدمر أي شيء. وهنا ليه؟ لأنه عنده حق، أنت استلمت الحاجات الممتلكات بتاعه وعندك أنت، والإنسان عندما تشيل الحاجات بتاعه عنده حق عشان ما يجي يطالب به، والروح الشرير الشيطان بيعمل كده، إنما تستلم الأشياء دي منه من خلال الناس بتاعه اللي بيرسلوها لك، انت هنا هو بيدخل روحيا وبيعطل حياتك. ودي اشياء اليوم حقائق روحية عن ابليس انت تعرفه، ده اشياء انت ما كنت عرفته، لكن اليوم ربنا قد يكلمك عن حقائق عن ابليس
قد يدمر حياتك، يدمر بركاتك، يدمر تقدمك، يدمر اي مستقبل في حياتك، وانت ما شنو ما بتعرفه انه ده ده هو الحاصل. انت اذا في شخص قدم لك طلب صداقة وانت ما بتعرفه ما تقبله، او صلي عشان ما ربنا يقدر يكشف لك شخص ده، اذا شعرت بعدم الرغبة ما تقبله، اعمل له ديليت، امسحه، او افتح وادخل شنو في ال في ال شنو في ال في ال الفايل بتاعه وشنو ابحث عنه، شوف نوع الصور اللي هو بيستخدمه والناس والاصدقاء اللي معاه. يلا من خلال كده انت تقدر ايه تعرف اذا ده انسان مثلا مؤمن او يعني بيستخدم صور كويسه، وحتى التعليقات الكتابات بتاعه يعني كلمات كويس وبتاع، اذا ربنا اداك سلام او ده انت انسان بتعرفه بعدك تقبله. لكن اي انسان مجهول ما بتعرفه ما تقبل صداقته اذا انت صليت او مشيت في شنو في الصفحه بتاعه وشفت حاجات بتاعه ما بيعجبك. ليه؟ لان الصداقه ما هي بس مجرد خلاص ده انت قبلته وخلاص، ده الشيء في المجال التواصل. الصداقه هو اشتراك في الروح، يعني انت عندما تصادق انسان، انما تصادق انسان سواء كان يعني فيزيكال يعني شخصيا كده بينك وبينه، يعني روحك وروحه شنو بقى في اشتراك واحد، انتم شنو في مجال الروح في اشتراك روحي. وبالتالي الانسان برضه في المجال بتاعت التواصل العام، في اي اشتراك في المجال العام التواصل الاجتماعي، مجرد ما انت قبلت صداقته انت وهو وهي انتم بقيتوا شنو في روح واحد. الروح الفيه بيصادق الروح الفيك انت، يعني بيعمل كونكشن. اذا كان الروح الفيكم غير متفق، الروح ده بيبدا بيحارب روحك. يا ده هنا الكتاب المقدس بيقول شنو، الجسد بيحارب ضد الروح والروح بيحارب شنو الجسد، حتى ايه تفعلون ما لا تريدون. يعني ده الروح الما متفق بروحك اللي دخل بالصداقه في حياتك بيبدا ايه بيحارب عمل الله في حياتك، وبيبدا بيفرض الحاجات اللي انت ما كنت عندك راي او اراده عشان ما تعمله، بعدك انت بتبتدي ايه يعني تعمل الاشياء اللي هو عايزه. انت بقيت عايز تقعد في المجال التواصل الاجتماعي لحد زمن متأخر، بدل انت كنت بتقعد نص ساعة بقى عندك رغبة تقعد ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، او مرات تسحر الليل كله وما تعرف انت قاعد تعمل شنو، بس يعني تبحث من ده، عايز تتكلم مع ده وده وده، وتلقى نفسك على شنو الوقت صبحت وانت ما عملت اي شيء. ودي انت بتشوف كأنك انت انسان مثقف، انت انسان اجتماعي، وانت شايف انك بتتواصل مع الناس، لكن انا عايز اقول لك اليوم ده الروح شنو تعدد الصداقات دي الروح ده على شنو ياخد دخل وعمل هجوم وسيطر على ارادتك اللي انت يعني بتتحكم فيه، عايز تنوم، عايز ترتاح، عايز تجهز مثلا، عايز تصلي، عايز تقرا الكتاب المقدس، بيسلب الاراده الكويسه ده كله وبيديك الاراده لانه يعني تقعد في المجال الاجتماعي تتفرج على الصور والمقالات. هو كويس جدا عشان ما انت تتفرج على اشياء كثيره وتتثقف يعني تعرف عن العالم واشياء نايه. لكن ما كل شيء شنو انت بتعمله يفوت حده، انما الشيء يفوت حده عارف ده هنا شنو ده بقت شنو في حاجة غريب حصل، في تغيير حصل، فانت هنا ترجع طوال ربنا وتعيد شنو استراتيجيات بتاعك، وعشان مش ايه تفصل نفسك ايه من الطبع الجديد الدخل في حياتك وبدأ يسلب زمن نومك، زمن القراية بتاع الكتاب المقدس،
زمن الصلاة ويسلب قوة بتاعك، حتى انت ما بتقدر تكون مرتاح بنهار لانك انت مسهر الليل في الشغل، انت ما بتكون مرتاح ولا في اي مجال، انت بتنوم النهار كله. دي اشياء بصراحة ما من الله. الله خلق النهار عشان ما للناس تعمل تشتغل فيه، والليل للنوم، والذهن الانسان الله خلق الانسان عشان ما يشتغل بنهار وبالليل، عشان ما الانسان يرتاح والذهن يعني يعمل تصحيح وتصليح للانسان عشان ما يجهز لليوم الجديد للنشاط الجديد. لكن هنا العدو بيبدأ بيسلب نومك وراحتك وقتك بطريقة غير عادية. انت ما بتعرف انت بتقضي وقت في تواصل مع ده ومع ده في مكالمة وبتاع لحد وقت متأخر من الليل لحد الصباح، وانت هنا ما بتعرف من خلاله اليوم، عارف انه العدو قد يشتغل من خلف الستارة وقد يعطل بركاتك، ومن خلال عدم النوم انت بتبدأ تمرض وذهنك يبدأ بيكون كامل كسلان، والذكاء اللي عندك بيبدأ بيسلب بيموت، وانت بتبدأ يعني انسان ما ذكي، انسان ما تقدر تركز، وانت الامراض النفسية والاكتئاب واشياء كثيرة بتبدأ تجيك لانك انت ما عرفت استراتيجية العدو قد يستخدمه معك. ودي اليوم ربنا اكلمك فوق واعرف انه الاشياء دي ده من العدو. ابليس بيستخدم حتى الاطعمة. إذا أنت مشيت اشتريت طعام من بقالة من ستور من أي مجال اللي أنت جبت عملت الشوبينج وجيت، ما تستخدمه طوال تأكله وتشرب الأشياء دي. أول شيء شنو؟ صلي عليها، انتهر أي أرواح الوراء. أنت عارف إنه معظم من الناس بيستخدموا السحر واي اشياء تاني عشان ايه البيزنس بتاعهم بتمشي، والاشياء دي المسحه دي بتمشي ورا كل الاطعمه اللي انت اشتريته مأكولات اللي انت جبته. ليه؟ لان المسحه دي الذول العمل قالوا الشخص العمل السحر عشان البيزنس بتاعه يمشي، القوة الروحية بتمشي وراه. وانت اذا اشتريت الاشياء دي، الاشياء دي كويسة، لكن اذا انت ما صليت فيه عطلت عمل ابليس كسرته من حياته، انت بتاكل الاشياء دي بتشرب، ودي كتير عشان كده بيسبب امراض، امراض ما تعرف له سبب. نحن بنقول يمكن الاكل يا بيسبب مرض والمشروب ده يا سبب مرض، لا لا، المشكله ما كده. المشكله انه في ارواح جات كميه بورا الاطعمه الماكولات والمشروبات اللي انت جبته، وانت ما عطلته، ما عملت الاشياء المفترض انت تعمله عشان ما ايه تعطل عمل ابليس. والكتاب المقدس بيقول كل ما يتناول بالصلاه تقدس. يعني اي حاجه انت اشتريته ما تسال الشيء ده ذبحوها كيف ولا مصدر شنو ولا اي شيء، لحم دي كيف، الاكل ده اتزرعت كيف ولا اتعملت كيف، لكن ما دام انت اشتريته اشتري وجيب وصلي عليه بس، اكل واشرب، ما فيش اي شيء شنو بيعطل حياتك ولا بيسبب لك مرض. لكن بس العدو مرات بيستخدم استراتيجية عشان ما يدخل في حياتك، حتى من خلال الاشياء اللي ربنا كلمه وعشان ما نحن نتبارك فيه. ايضا الملبوسات، انت بتمشي تشتري الملبوسات، احذية ملبوسات بالذات السيدات، الاكسسوارات البنات والازياء والاشياء دي، هو كويس ما بطل، اشتري ما يعجبك. حتى الشعر اذا انت اشتريت اي طلاء بتاع الاظافر انت اشتريته، ارياح انت اشتريته، ما ترشه على جسمك، ما تلبس الملبوسات دي على طول، ما تلبس الأحذية والشرابات ما تلبسهم على طول، أول قطهم في محضر الله وصلي عليهم، انتحر أي أرواح الجاية من وراه. زي ما أنا قلت معظم من الشركات يعني الأشياء عندما تصنع هما
بيكرسوا الشركة بتاعهم عشان البيزنس السوق تمشي، بيجيبوا اعمال الكجرة والصحراء عشان وبيكرسوا البيزنس والاشياء دي لهم، ويلا شنو السوق عشان تمشي بسرعة. وانت زي ما انا قلت، مجرد ما تشتري الاشياء دي الارواح الاشياء دي اتكرست لهم عشان ما السوق يمشي بتجي معاهم. واذا انت ما صليت عشان تفصل الارواح دي من وراه، احيانا الشعر انت بتكتها في راسك ممكن يسبب لك صداع، ممكن يسبب لك صلع، ممكن يسبب لك اي حاجه، سخطه دماغيه، ممكن يسبب لك تجلط في الدم، في المخ، في الراس، ممكن يسبب لك سرطان. بس شعر انت لبسته، بس انت صلي فيه تنتحر على الارواح اللي وراه، طلاء الاظافر صلي فيه قبل ما انت تطلي اظافرك به يا سيده او يا بنت، لان من وراه بيكون في شنو اشياء وانت ما بتعرف، ممكن تسبب لك امراض والاشياء الملبوسات. صلي من اجله انتحر الارواح اللي وراه، لان الاشياء دي المسح الغريبه ده اذا انت استخدمته انه محق عشان ما تجي على حياتك من خلال المسحه بتاع الحاجات اللي اتعملت في العالم الروحي لتكريس لبزنس تمشي، بتجي على حياتك وبتعطل حياتك، بتغيدك، تعطل بركات، وفي مشاكل زوجيه بتحصل. حتى الازياء اللي انت بتشتريه وانت ما صليت فيه، خلاص تصرفاتك بتبدا تختلف. انت اذا انت كنت بنت او متزوجه او في علاقه عاطفيه، بتبدا شنو؟ تكره شريك حياتك، تبدا تكره الانسان اللي انت مرتبطه معاه. خلاص خلافات بتبدا تخش، مناقشات اقل شيء ممكن يخش بين المتزوجين ومن بين وفي بين المرتبطين عاطفيا، خلافات لا له حدود، ما في له حدود، كان ما فيش في حياتكم. الاشياء دي مرات بتجي من خلال شنو؟ الاشياء اللي انت بتشتريه بقروشك، والعدو بيدخل من خلاله وبيعطل زواجك، بيعطل نجاحك، بيعطل اي شيء في حياتك. الارتباط الحاجه كان كويس بيبدا بيعطل، الحب اللي كان كويس بيبدا بيطفي. فهنا اعرف انه العدو ذكي جدا، وربنا اليوم كلمك في المجال ده. وهنا ربنا بيقول من خلال بولس الرسول لتيماثاوس في الآية اللي قريناها في تيماثاوس الأول الأصحاح الخامس العدد 22، بيقول: لا تضع يدا على أحد بالعجل، ولا تشترك في خطايا آخرين، احفظ نفسك طاهرا. هنا الآية دي ناس كتير بيركز عليها بأنه بس لوضع الأيادي للتكريس أو للصلاة أو لأشياء تانية، نعم، لكن أبعد من كده. بيقول إيه؟ احفظ نفسك طاهرا، يعني أنت ربنا كلمك اليوم ما تبدل صورك، ما تستقبل صور من ناس أنت ما تعرفهم، ما تبدل صور رومانسية، ما تستقبل صور رومانسية من ناس، ما تقبل صداقات مع ناس انت ما بتعرفهم، ما تبدل ارقام تليفونك مع ناس انت ما بتعرفهم. واذا في اي ناس انت كنت بتعرف حياته من زمان، كانوا في العالم، سواء كان في علاقات معك عاطفيه، صداقات، وانت عارف حياتهم ما بتمجد الله، انت في حاله دي ما مجبور عشان ما ايه تدخل معك معاهم ايه في صداقات، وفي ايه في تبادل الصور وتبادل الافلام وبتاع وناي، لان دي بتعطل حياتك. وربنا عايز يطلعك من شنو؟ من مكايد، خطط، استراتيجيات ابليس. وفي اشياء كثيره في العالم الروحي حاصل، انت لازم تعرف ان العدو عنده استراتيجيات كثيره، ما قد يستخدم بس بشر يعني فيزيكالي كده، لكن بدأ شنو؟ بيستخدم الانترنت، بيستخدم المجال التواصل الاجتماعي، بيستخدم كل الاشياء الالكترونيات اللي احنا بنشوف اشياء ظريفه وبتاع وناي، بدأ يستخدمه
مش الاشياء اللي نحن فعلا فيزيكالي بنستخدمه، لكنه بيستخدم في العالم الروحي، وبيرسل من خلاله الاشياء عشان ما يعطل حياة المؤمنين وحتى القدام. ومن خلال كده بيعه الاشياء الربنا على اليوم عايز يكلمك عن الحقائق الذي لم يخبرك أحد عنها عن إبليس. The truth you never heard about the devil and told truth about the activities of devil. شكرا لك من أجل الاستماع. خلي ربنا يباركك أينما أنت ويعظم العمل معك. ما تنسى اعمل لايك عشان ما يشجعني انا اصلي كتير، وربنا يقدر يوديني حكمة يكشف لي اسرار العدو ويديني معرفة بتاعه اكتر. وايضا شارك الفيديو عشان شنو الفائدة يوم الجميع، عشان الناس كتير تقدر ايه تعرف كيف ما تدخل في الاشياء بتاع العدو وما تعطل البركات في حياتهم. وأيضا إذا عندك أي موضوع للصلاة ما تتردد، اتصل عشان ما أنا أصلي معك، أو أكتب رأيك لي عشان ما أنا أقدر أعرف رأيك من ناحيتي إيه في الموضوع اللي أنا بقدمه للعالم. ربنا يباركك أينما أنت ماشي نصلي، وربنا ماشي يلمسك في أي مكان أنت فيها. إذا أنت كنت بتعاني من مشكلة معينة في حياتك أنت ما عارف له سبب، أؤمن فقط إنه الله موجود هناك. إذا أنت في أستراليا، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية، روح الله هيلمسك هناك. وأي شيء إبليس عمله ضدك، سواء كان من خلال الصور، أي شيء من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال مشاهدتك لأي حاجة، فيلم، صور، أي شيء، اليوم ربنا ماشي يفصلك منه وماشي يبارك حياتك في اسم الرب يسوع المسيح. أي عمل إبليس، شيطان والأرواح الشريرة، أنا هنا عشان أدمر مملكة بتاعك والنشاط بتاعك في اسم يسوع المسيح. أي عمل إبليس الآن تحت صوت بتاعي، انا بقيدك، انا بنتحرك من شعب الله في اسم يسوع المسيح. اي قيود جاء على شعب الله من خلال التواصل الاجتماعي انا بدمره في اسم يسوع المسيح. انا بحتم كل قيود بتاع الصور باسم يسوع المسيح. انا بحتم كل قيود بتاع افلام في اسم يسوع المسيح. انا بحتم اي قيود جاء بواسطة ملبوسات، احذية، اي ارياح، اي شيء بدمر في اسم يسوع المسيح. اي اشياء جات من خلال شعر انا بدمر في اسم يسوع المسيح. اي قيود جاء من خلال اي طعام انت ناولته وشربته انا بدمره في اسم يسوع المسيح. ارواح شريره اللي بتتعامل من خلال الستاره انا بدمره من حياتك في اسم يسوع المسيح. روح الفشل في النجاح في المدرسه، في تعليم، انا بدمره في اسم يسوع المسيح. في الزواج انا بدمر في اسم يسوع المسيح. اي روح الدخل في حياتك الزوجيه انا بدمر في اسم يسوع المسيح. اي خلافات دخل في علاقتك العاطفيه انا بدمر الان في اسم يسوع المسيح. انا بقطع كل قيود، اي حبال، اي جنازير على حياتك في اسم ربي يسوع المسيح. اي ربط شريره من العدو ربطك بول نفسه من خلال فيديو، من خلال صورة، من خلال مكالمة، من خلال أي هدية، من خلال أي شيء أنا بدمره الآن في اسم يسوع المسيح. أي هيكل إبليس شال صورك، شال أرقام تليفونك، شال أي شيء منك أنت وقطعه في هيكل بتاعه وكتب فيه العناد باسمك عشان ما يعطلك، الآن أنا بدمره، أنا بستأصله باسم يسوع المسيح. انا بلغيه الان في اسم يسوع المسيح. اي امراض مستعصيه في حياتك، سرطان، الان شفاء باسم يسوع المسيح. سل
اي انسان عنده سل عنده تي بي الان شفاء باسم يسوع المسيح. اي امراض في الكلى فشل كلوي الان شفاء باسم يسوع المسيح. امراض عقليه امراض ذهنيه الان شفاء باسم رب يسوع المسيح. اي معطلات في اي مجال في حياتك في اي عضو في جسد بتاعك الان شفاء باسم يسوع المسيح. اي شيء في حياتك ابليس عطله الان انا بار الحياه يرجع فيه الان ريستوريشن تعويض الان يحصل في اسم يسوع المسيح. اي حاجه ابليس شاله من حياتك من خلال صور قال انت بادلت شال بركات شال اشياء من حياتك وجاب حاجات بطاله وخطاها في حياتك انا بستأصل الاشياء البطاله دي من حياتك في اسم يسوع المسيح. واي اشياء ابليس شاله من حياتك انا بسترد الان في حياتك في اسم ربي يسوع المسيح. اي علاقه كان ماشي كويس واتقطعت بواسطه ابليس الان ترجع باسم يسوع المسيح. اي زواج طلاق عدم اتفاق حصل في الزواج حصل طلاق حصل اي عدم اتفاق نفسي روحي وجسدي الان ترجع في مكانه في اسم رب يسوع المسيح. اي نشاط ابليسيه في حياتك انت عارفه الان تقيس باسم يسوع المسيح. اي رغبه لمشاهده الصور ما بتمجد لا الفيديوهات الان انا بدمره من حياتك في اسم رب يسوع المسيح. انا بعلن تحرير تام من حياتك الان باسم يسوع المسيح. انا بغطيك بدم يسوع وبروح القدس في اسم يسوع المسيح. الان استلم كل حاجه نفسك فيه في اسم رب يسوع المسيح. الان انا الان بعلن اشياء اللي انت انتظرته طويل الان تبدا تتحقق في حياتك في اسم رب يسوع المسيح. اي شيء انت انتظرته يبدا تيجي الان في حياتك استلمه في اسم رب يسوع المسيح. شكرا لك يا رب لانك انت الله اللي بتعمل من اجل شعبك يا رب لمجد اسمك لامتداد ملكوتك. احفظهم يا سيد من الشرير وبارك حياتهم لمجد اسمك ولامتداد ملكوتك في اسم رب يسوع المسيح نصلي امين. شكرا لك كثير ربنا يباركك اينما كنت. ما تنسى تندم للمجموعه بتاعنا تحت اسم The Better Life News وأيضا البيج باسم World Vision The World Vision. ده مجموعات شارك فيها عشان ما تصل لك كل فيديو أي تعليم جديد. وربنا يباركك وما تنسى تكون معانا كل يوم الخميس ويوم السبت في السابع مساء بتوقيت المحيط الحادي. واي انسان في اي مكان في اي قارة في اي دولة انت فيه هناك اضبط وقتك بتوقيت المحيط الحادي واعرف الفرق عشان ما نحن نقدر نكون في الزمن مع بعض. وايضا كل يوم الجمعة نحن بنكون في ايضا في بوس حي في The Gospel News TV. ده نحن بنرسل رسالة روحية حية مباشرة على قناة التواصل الاجتماعي في كل جمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المحيط الحادي. شكرا لك ربنا يباركك ويعزم العمل معك. كن في سلام لحد ما نجتمع في الأوقات وفي الأيام الآتية في اسم ربي يسوع المسيح. آمين. You're not going to be able to do that.